يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما جاء في الذات والنعوت، وذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتان في ذات الله، يعني في حق الله، في ذات الله يعني كلها في حق الله، نعم، أو لأجل الله، كلها لأجل الله، نعم. وذكر حديث خباب بن الأرت وفيه: وذلك في ذات الإله. هل في ذلك إثبات الذات لله؟ ما هو على الوجه اللي تبي، هذا فيه إثبات القصد والنية في ذات الإله، يعني ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله، فما أصاب خباب فهو في ذات الله، يعني لأجل الله جل وعلا، نعم.